الشخص اللي رح تجيبوه من أفغانستان بيعرفوه باسم البيطري. البضاعة اللي بيعملها أول شي بيجربها على الحيوانات، وبعد منها بيطور بضاعته عن طريق الأولاد الصغار. كل الأولاد حواليه عاملهم عبيد عنده، وكمان بيوزع بضاعته عن طريقهم. وهدول الأولاد بس يكبروا بالعمر، ولما يصيروا شباب بيعملهم قناصين ليحموه. وقت اللي قلتلي إنه حامي حاله منيح، قلت لحالي في وراه جيش؟ طبعا في وراه، بالإضافة للي عنده. بيتفق دائما مع الأشخاص الأوايا اللي في عندهم جيش. بس بدك تروح لهنيك، يعني أي جيش بده يستقبلك. ما بعرف، بتحب يكون معك فريق من عندي يساعدك يا نهاد؟ لا، لو بدي هذا الشيء يا راسكون قلت لك إلك. أنا فهمت شو يلي بده إياه الحكيم. حابب يتأكد إنه أخذ القرار الصحيح بإنه اختارني. طيب أنا بستأذن منكم. بتمنى لك التوفيق. انتبه على حالك. أكيد ما رح تستنى، ما هيك؟ ما رح تستنى نهاد ليرجع مشان تبلش بالإنتاج. راسكم فهمان إنك عم تمتحنه، بس ما لازم يكون هالشي عائق قدامنا. جده لهالصبي كان أسطورة زمانه بهالبلد هون، وإذا هذا القبضاي أخذ من جده ضياء شوي، خسارتنا رح نطالعها وزيادة يا راسكون. راسكون ما بيفكر غير بالربح، مو بالخسارة أبدا. لا تضيع وقتنا، بلتزار ناطر بضاعة. ليش هداك خلص مسألة بولبو على الأخير؟ بلتزار في عنده أسلوبه، قطع له إيده. يعني ما قتله؟ لا، يلي بيقطع دنب الحرباية مثل اللي بيقطع إيد الأخطبوط، كله على الفاضي. رح يندم لأنه ما قتله وقت صار له. دائما عم نخسر أصدقائنا. العمر إلنا كلنا. تسلم سيدي. مين قائدهم الجديد هاد؟ قدرتوا تعرفوه يا عاكف؟ لا سيدي، لسه ما في معلومات. الشباب تبعنا عم يدققوا بالصور اللي وصلتهم. هذا الزلمة عم يخاطر زيادة، عم يفجر مقهى، وعم يخطف مارغريت، وبعدين عم يقتلها، وعم يعملكم كمين عن طريقها. لسه لهلأ ما فهمت شو هدفه الأساسي. أخي هذا مو تابع للأستاذ الكبير عابد؟ ليش ما خبرنا عنه؟ ممكن يكون مثل كين المحقق، عم يشتغل مباشرة تحت سلطة صاحب الجلالة. أكيد عابد رح يكون في عنده تفسير بهذا الخصوص. خلينا نتحرك حسب الخبر يلي رح يجينا منه. كيف كانت العملية مستر كي؟ ما صارت مثل ما كنت مخطط. كيف يعني؟ ومارغريت؟ مارغريت عطتك عمرها. انت شو عم تقول؟ بالوقت اللي كل شيء كان مثل مخطط، وقت حسوا الكي جي تي اني حاخدها، فضلوا يقتلوها بدل ما يعطوني اياها. كيف بدنا نشرح هالشيء لصاحب الجلالة؟
أنت دائما عم تتحرك بطريقتك وبأساليبك الخاصة. هالمرة خسارتنا كانت كتير تقيلة. أنتو لو نجحتوا هون بالأساس يا أستاذ، الكي جي تي ما كانت تحركت بكل هاي السهولة. مستر كي، أنت جيت لهون مشان تنقذ مارغريت، ما عاد في عندك حجة مشان تضل هون بتركيا. ما جيت لهون لأنكن ناديتولي، أساسا كنت رح أجي. هاي البلد مات فيها قائد أرماجيدون، هذا الحساب لازم يتسكر. أنا عم حذرك، شو ما عملت عميل، بس بالأخير بدك تتحمل وحدك النتائج. أنت خليك مرتاح أستاذ رونالد، ما رح أعمل أي شيء ولا رح أقدم حساب. أساساً كيف مفكر تقدم حساب على الشيء اللي ما قدرت تساويه؟ عم تتجاوز حدودك. طبعاً رح أتجاوزه شوي وكمل مهماتك اللي ما قدرت تنفذها من قبل. اندهولي لعابد لشوف. حراس المعبد بهاي الفترة عم يتحركوا كتير، في شي لاحظته من عندك؟ لا يا معلم. اجى على البلد قائد جديد للأرماجيدون، فتح عيونك منيح يا نهاد، إذا بتسمع أي شي خبرنا دغري. أنت شو جاي بدك تحكي لي؟ قدرت أكسب ثقة طبيب الأسنان، بس عنده شرط واحد منشان يشتغل معي بالمعنى الحقيقي. شو هو الشرط؟ في واحد تاني بالعالم بيطالع شغل بنفس جودة شغل الطبيب، طالب مني جيبه لهذا الزلمة، بده يشوفه عم يموت قدام عينه. وليش بده يقتله؟ حابب يكون الوحيد بالعالم. وين هو هذا الزلمة؟ بأفغانستان. إذا بتسمح لي أنا رح أروح، بس بأي منطقة بالضبط موجود ما بعرف. أنت غريب عن هاي الجغرافيا يا نهاد، ممكن تكون خطيرة كتير بالنسبة لك. رح أحكي مع كارا وهو بيروح لهنيك، هو بيعرف المنطقة وعنده جماعته المدربين، بس ما تبينوا رايحين مع بعض، نسقوا مع بعض مشان العملية. أمرك معلم. نهاد، واحكي مع ذو الفقار كمان، طالما انكم رايحين على افغانستان خلي نكون بجنبهم بهي المحنة يلي عاشوها، خليه يوصل البضاعة يلي رح نبعتها مع تيمور لعندهم. ماشي. اسمعوا يا رفاق، رح نعمل اول عملية خارجية حقيقية، بس ما رح يكون معي من بيناتكم الا 3 أشخاص بس. اللي بدهم يتطوعوا مشان العملية يرفعوا ايديهم. نزلوا نزلوا، صار الشيء اللي كنت متوقعه، معناها انا يلي لازم اختار بيناتكم. انت بتضل، وانت كمان. ومين يا سرسار؟ انت معنا، بقية الرفاق ممكن يروحوا. لا تروح، يلا طولوا بالك، يلا تحركوا، الا ما يجي بعدين بتطلعوا بعضكم. يلا عندي حكي بدي احكي معهم. لا تزعلوا، جايكم الدور بعدين، لا تنهار معنوياتكم. تفضلوا يا شباب، امسك المكان اللي رح نروح عليه. افغانستان، كل التفاصيل اللي بتتعلق بالمكان اللي رح نروح عليه موجودة بالملف، اقروها واحفروها كمان بذاكرتكم. جهزوا معداتكم وحضروها لهالمهمة، بكرة رح نروح لهنيك.
ارتاحوا الليل منيح، حتكون ناطرتنا أيام صعبة. أمرك سيدي. انصراف. ذو الفقار آغا، أنا جاي لعندك من عند الشايب وجايب لك معي أوامر منه. إيه والله على رأسي يا نهاد. أنا رايح على أفغانستان. الشايب عم بيقول طالما رايحين خلينا ناخد معنا مساعدات إنسانية، وطلب إنه حضرتك تأمن النقل. الأصدقاء الحقيقيين بيبينوا بالأيام الصعبة. أخي مراد بيفكر صح. بس خير يا نهاد، اللي شو في عندك شغل هنيك؟ في واحد اسمه البيطري بأفغانستان، رايح جيبه. في شي بدك يا مني أنا؟ في حدا حواليك يساعدني هنيك؟ طبعا في، كان في واحد صاحبنا هون بيشتغل بشاحنات النقل وبعدها انتقل على أفغانستان. بكتاج ذكرني شو كان اسمه؟ قصدك حاكم يا عمي؟ ايه هذا حاكم، شاب طيب كتير، صار له سنين هنيك، اكيد رح يساعدك. عمي اذا بتسمح لي خليني روح انا كمان. بيصير عمي، بسمح لك، سلمولي عليه لأخونا حاكم. تأمر. ايه والله ذو الفقار آغا، اهلا وسهلا. تعال عابد، تفضل عود. الحمد لله على سلامتك مرة تانية. شكرا. انشغل بالي لأنك بعتت وراي بهي السرعة. مع بالغ الأسف، الأخبار سيئة يا عابد. مارغريت خسرناها. كيف هيك؟ صارت عملية منشان إنقاذ مارغريت، أنت ما كنت بتعرف. وخلال هاي العملية الكي جي تي قررت تتخلص من مارغريت. زعلتني كتير. ما كان لازم تعملوا هيك عملية من دوني. وأنا منشان هيك بعتت وراك لأشوفك يا عابد. أرماجيدون بلشت مهامها بتركيا مرة تانية. القائد الجديد مستر كي شخص صعب نقدر نضبطه. كيف يعني؟ أنا ما عم بقدر أفهم هاي البنية المستقلة للقادة. هاي بنحكي فيها بعدين يا عابد، وقتها بشرح لك. هلأ الموضوع اللي حابب أني حذرك منه، برأيي رح يعمل عمليات من دون علمنا. بدي اياك تكون جاهز ضد هاي العمليات. شو العمليات اللي متوقعينها؟ خلال حديثنا قال حاليا ما رح يعمل عمليات جديدة، رح يكمل عملياتنا اللي ما اكتملت. بهي الحالة ممكن يتصل فيك لهالسبب. انا شو ممكن اعمل؟ بدك ياني يكون قريب منه وحافظ على التوازن؟ لا يا عبد، مستر كي شخص كتير صعب، وهو أصلاً ما رح يرحب بهالشي. بس اوعى تعمل أي شي من دون علمي. بدي يضل ارتباطك معي وبس.
ادخل. اهلا وسهلا اخي عابد. اهلين فيك. كثير انبسطت لاني شفتك بهي الحاله من جديد. انا بتشكرك كثير اخي. عود. احكي لي عابد، شو يلي عم يصير؟ معلم عاكف عامل شغل ممتاز. قتل مارغريت هز حراس المعبد هزة كبيرة. مو فريقنا يلي قتل مارغريت. كيف يعني معلم؟ لكان مين يلي قتلها؟ هاي انت يلي بدك تقلي اياها يا عابد. وقت اللي وصلوا الشباب لهنيك مارغريت كانت ميتة. رونالد ما بيعرف الموضوع هيك. يا أما عم بيخبي عني. شو يلي قدرت تعرفه من رونالد؟ إجا قائد جديد صار رئيس أرماجيدون، بس ما بعرف عنه شيء إلا اسمه. شو اسمه؟ مستر كي. إذا اسمه الحقيقي ولا المستعار هالشي ما بعرفه، بس هو مخول ينفذ كل أنواع العمليات بشكل ذاتي ومن دون الرجوع للقيادة. معناته احتمال يكون المستر كي هو اللي قتل لمارغريت. مارغريت مهمة كتير بالنسبة إلهم، وبعدين ليش لحتى يقتلوا حدا من عناصرهم؟ ممكن يكون في خلافات بيناتهم؟ ما بعرف، بس في طريقة واحدة أعرف هالشي من خلالها. بعرف إذا كان الأستاذ بيعرف شي ولا لا. بتحب جس نبضه بهالخصوص هاد؟ لا، رح تكون خطيرة عليك إذا رونالد عرف هذا الشيء منك. ماني حابب إنك تلفت انتباه مستر كي عليك. يلي بيستغني عن مارغريت بيستغني عنك كمان بأقل شبهة. إيه فهمت معلم. طيب أنت قدرت تاخد شيء معلومات عن نوايا مستر كي؟ رونالد قال إنه مستر كي بده يكمل العمليات يلي ما اكتملت من قبل. لازم وجه الكيجيتي لهذا الموضوع، خليهم يحددوا العمليات المحتملة وياخذوا احتياطاتهم. عاكف. نعم سيدي. اجتني معلومات عن القائد يلي نفذ العملية، معروف باسم مستر كي، جايبينه بمهمة تكميل عمليات حراس المعبد يلي ما قدروا يكملوها. حققوا بخصوص هذا الموضوع وحددوا الأهداف المحتملة وخذوا احتياطاتكم. حاضر سيدي. خليكن صاحين، لأنه عابد لهلا لسه ما التقى مع المستر كي. اعملوا حسابكن إنه ما رح نقدر ناخذ منه معلومات. علم سيدي. بعدين صار الوقت لحتى تتصل مع عالي المقام. إذا قدرت تتواصل معه يمكن نفهم شو الغايات اللي عم يخدمها مستر كي. وأنا كنت حابب أحكي معك بهي المسألة. أول هدف لإلي روح على أمريكا وشيله لعالي المقام عن الوجود، وبعدها إذا في الأعلى منه. طالما النظام تبعهم شغال فإطاحة الأشخاص عن الوجود ما رح يجيب نتيجة. أول شي كين وهلأ مارغريت، بلكي بكرة الأستاذ. معلم إذا توفقت وزحتوا لعالي المقام عن طريقنا، حراس المعبد وقتها ما رح يرضوا يضيعوا كوادر من عندهم أكتر من هيك. وأنا مو حابب ضيع من يلي حواليي أكتر من هيك يا عابد. يلي عم عيشه ما عم حسبه. ما عاد اسمح ليلي بحبهم ولعائلتي يتألموا بسببي أنا ولا لأي سبب تاني. عائلتكن ويلي بتحبوهن حيكونوا على راسي من فوق معلم. بعرف، وأنا مدين لألك فعلا بسبب تعرضك للخطر من شان تنقذ صفية ورهف. أستغفر الله معلم. صفية بتكون أختي، أقرب حدا لإلي، بس يكون بعلمك إنك كل ما بتقرب عليها بتكون عم تبعد عني. وبتعرف اللي لازم تعملوا بهذا الموضوع. اتصالنا بيبدأ مع خادم الضريح. خادم الضريح،
هو الشخص اللي بيوصلنا لأغا حدود المنطقة اللي قصدينا. سيدي، كيف بيصير الاتصال مع خادم الضريح؟ هاي بس القاضي بيعرفوها يا ابني. فهموني ليش هيك واقفين مثل العساكر؟ شو بكون؟ مثل الخشبة واقفين بعدوا عن بعضكم؟ يلا ريحوا حالكم، لفوا وتفتلوا وتطلعوا. انتظروا شوي لنشوف. اللي مين هدول الشباب؟ فريق جديد من اللواء الأسود. يا عيني، الله يرضى عليكم، يا أهلا وسهلا فيكم. الله يعطي القوة بسواعدكم يا رجال. نحن لازم نروح لعند أغا الحدود. معناتها يلا أمشوا وراي. تعالوا. بكتاش حبيبي، اهلا وسهلا. اهلين فيك. خبرني ذو الفقار اغا انكم جايين لعنا. الله يقويك، خليني اعرفك على الشباب. نهاد، احسان. اهلا وسهلا. اهلين فيك. تفضلوا اقعدوا. جايين من طريق سفر. قولوا لي شو بتحبوا تاكلوا وتشربوا؟ لا ما في داعي، شكرا لك. ذو الفقار اغا بعث لنا مساعدات من شان الكارثه الطبيعيه، الله يسلمه. جزء منهم اجى بالطيارة والجزء الثاني بالطريق، بس نحن في عنا قضية تانية. إذا في شي بيطلع بإيدنا على راسي. عم ندور على شخص، زلمة اسمه البيطري. ذو الفقار آغا بيعرفني، أنا ما بشتغل مع العصابات، من شان شو بدكم إياه؟ أنت فهمتنا غلط. في إلنا مسألة معه لازم نحلها. أصبح كتير عال. هاي نصيحتي لألكن، هذا الرجال لا أنتوا تعلقوا معه ولا تعلقوني معه. نحن أجينا لهون من شان هو. إذا ما بدك خلينا نمشي. روّق، أقعد شوي. تفضل. ذو الفقار آغا له خاطر كبير. طبعاً أنا رح ساعدكم. معلم حاكم، مو حابين نحطك بموقف صعب، بس على الأقل خبرنا كيف نقدر نوصل له. ما بتعرف البلا من وين بيجي. يلا على خير. يلا قوموا للروح. لوين؟ إذا في حدا بيعرف مكانه بيكون الخرس. يلا شرفوا. فرصة العمر جيتك على رجليها يا صارب. بس بتأمل ما تشغلوني بشغل السياسة والسياسيين كمان مرة. عملت كل هاي الاستثمارات وبعدها ضلت كل الكاسيتات على حالها بإيدي. الاستثمار اللي انت رح تعمله هلأ يا صارب رح يأمن لك مكانة عظيمة وقوية بالبلد. بتأمل. بدك تدخل بمناقصة تنظيف الأراضي اللي موجودة على خطوط التماس القديمة من الألغام. حلو، خلينا نشوف شروط المناقصة. انت بتعمل الترتيبات اللازمة
وطبعا رح نقدم لك كل انواع الدعم. هذا الوش المكشوف للمناقصة، شو يلي وراها؟ هاي الأراضي ثروة، مع أنها مهجورة بس قيمتها بالشي الموجود تحتها من معادن ونفط وغاز كمان، يلي رح يقدر ينظفها رح يكون له حق استخدامها واستثمارها لعشرين سنة. معناها خليني أبدأ بالشغل فوراً. بس نسيانين شغلة، شغلة تنظيف الإلغام بالتكنولوجيا اللي عم نستخدمها نحن رح بتكون غالية ونسبة الأخطار كبيرة. نعرف، وهي أهم مشكلة أنت اللي لازم تعرف تحلها. في كم مهندس بقائمة الكاسيتات اللي معي بتأكد إنه رح يساعدوني من دون مقابل. هاي النظرة وين بدي لاقيها يا أخي؟ سيد عمران كأنه الحماس خف عندك؟ ولا تخليت عن إنتاج الفيلم نهائي؟ اليوم ما استقبلت اللي إجوا مشان الاختبارات. أنت شفت يا أتيش قديه صعب نلاقي واحد بيشبه مراد على مدار ويكون بجاذبيته. إيه ما عم تفوت لعقلي لهلأ، كلني مشوش. عندي اقتراح، شو رأيك تعرض الدور على سيد على مدار نفسه؟ لا ما بتزبط أبداً. عن مين عم تحكوا سيد عمران؟ في حدا لسه ما أخذ دوره بالفيلم؟ أهلا وسهلا حسني بيك. طالما بعتت وراي معناتها رح تعطيني بطولة الفيلم تبعك. أنا بالحقيقة خلص خلص لا تتلبك، أنا المصاري ما بتهمني، المهم يكون دوري مهم. تفضل ارتاح أخي حسني. سيد حسني ولا يهمك، منكتب دور لحضرتك. الحقيقة أنا كنت بدي أحكي معك بموضوع تاني. خير سيد عمران؟ إن شاء الله ما يكون الموضوع سيء. كنت بدي استشيرك مشان إيدي. أخي مراد على مدار كتير أصر، أنا كنت أتهرب بس أنا هلأ قررت أعمل عملية نقل إيد. وأنا دائما كنت أقولك هيك يا سيد عمران، هاي الشغلة كتير سهلة وفينا نحلها. بس شو مشان دور البطولة تبعي يعني؟ لهلا ما أخذت السيناريو. يعني خليني أفكر أنا وأتيش لنشوف شو رح يطلع. الحقيقة يا سيد عمران في عندي فكرة إبداعية كتير حلوة رح تغني لكم الفيلم كتير وممكن ياخد أوسكار. شو هي يا سيد حسني؟ فكرة الدور اللي بدي إياه الدكتور الخارق اللي أنقذ حياة مراد على مدار. فكرة حلوة ما هيك؟ أكيد ضاربة. طيب ماشي، بكتب لك دور الدكتور يلي أنقذ لي حياتي. لا ما بدي، بطولة الفيلم الرئيسية عن السيد مراد على مدار، وطبعا أنا الدكتور اللي بنقذ له حياته. فهمت سيد حسني فهمت، نحن رح نعمل اللي بيطلع بإيدنا. أصبح أنتوا بلشوا بكتابة الشخصية تبعي فوراً وبلا ما تضيعوا وقت، وأنا رح لاقي دكتور لنحدد موعد عمليتك، يعني واحدة بواحدة، فهمان؟ تسلم سيد حسني تسلم. أهلين، شوفكم بكان. سلام. أوف احكي لي شوي عن نطاق المشروع وأبعاده. عفوا سيدي، الأراضي المزروعة بالألغام بتركيا بتطلع مساحتها قد جزيرة قبرص بثلاث مرات. صار لها 50 سنة ما عم نزرعها بالمرة، غير الخسائر بالأرواح بسبب ضياع خرائط الألغام بحكم الزمن، بالإضافة للسيول اللي غيرت أماكن الألغام، لهيك ما عم يتم تنظيفها.
هاي الآلة اللي عم بتشوفوها تم إنتاجها وتجربتها بكل نجاح، وفي حال تم اعتماد المشروع بإمكاننا نبلش بالإنتاج فورا. ضروري كتير ناخد هاي المناقصة. من حيث الدفاع عن مصالح البلد لازم ما يتم التعامل مع هاي المناقصات اللي إلها أهمية استراتيجية بشكل تجاري. معك حق سيدي، بالماضي كتير من الشركات تحركت بما يتنافى مع المصلحة القومية والوطنية. رح أعطي أوامري لعبد الحي من شان هذا الموضوع، خليهم يقدموا على المناقصة مع رجل أعمال قريب علينا، وإلا شركات القوى العالمية رح تأخذ المناقصات الدفاعية والسيارات العسكرية والعربات، ورح يخلونا نضيع وقت سنين لقدام من خلال عدم الإيفاء بالشروط المطلوبة. تعويض الخسارات اللي صارت بحق تركيا مستحيل تتعوض. بعرف إنك واحد من ضحايا هاي الذهنيات، بلكي بهمة اللي مثلك بتقدروا تغيروا قدر هاي البلد يا أردم. أستغفر الله، ما غيرت هدفك ولا لحظة رغم عملية الاغتيال اللي تعرضت لها من قبل، وتحملت لوحدك آلام موتك اللي عايشناها لعائلتك من شان ما حدا يعرف إنك عايش. أنا بعرف شو يعني هذا الشيء كتير منيح. سيدي، أنا ما عملت إلا واجبي. تحقيق أهدافنا بالنسبة إلي رح بيكون تعويض عن كل شيء بشع سبق وعشته. شامل، كيفك يا أخي؟ أهلا وسهلا. أهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك يا أخي. أهلا فيك. اسمعوني يا شباب كتير منيح، وصلتنا معلومات عن قائد فريق أرماجيدون، شخص اسمه مستر كي، وعرفنا أنه هو بالوقت الحالي عم يحضر لعمليات على الأرض مشان يكمل العمليات اللي فشلت. لازم نحدد الأهداف تبع هاي العمليات وناخد كل تدابيرنا بخصوص هاي الأهداف. بدي يكون عندي علم بكل شيء. أينورة، المدعية العامة ليلى واحدة من هالأهداف، خدوا تدابير الحماية اللازمة لإلها، وبيكون أحسن إذا بتخبروا الأستاذة ليلى بيلي عم يصير. طيب عاكف، أنا رح تابع. شامل، تعال معي. كتير حلو نشوفك بيناتنا من جديد. أخذت تقرير مفصل بخصوصك، ما في سبب يمنعك إنك تشارك معنا بالعمليات، بس بشرط بدك تبعد عن إيفان، كونه أخوك ما رح يخلينا ننسى. بسبب إيفان الكي جي تي خسرت كتير أخوة. أنا آسف كتير، سببت لكم مشاكل كبيرة. منعرف انه انت ما لك ذنب يا شامل، بس افهمني يا عاكف، طول عمري وانا عم دور على اخي، حتى هذا كان اهم سبب لدخولي معكم بالكي جي تي، واول ما لقيته بتقلي ما بيصير التقي فيه. ما بدي اتناقش معك، هذا امر فيك تطلع.
هذا محله للخرس. خليني أنا أحكي معه بالأول وعرفك عليه وبعدين بتدخل بالموضوع. تفضل أنت قبلي بلا ما ندخل كلياتنا. إحسان انتظرونا هون. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلوا ارتاحوا. صديقنا هذا جاي من تركيا، في له طلب عندك، وأنا قلت لحالي ما حدا ممكن يعرف إلا الخرز، فجبته لعندك. والباقي خليه هو يشرح لك يا. أنا عم دور على البيطري. بس أنا ما عاد اشتغلت معه. خير إن شاء الله. شو إلك شغل معه؟ جايب له سلام من شخص بيعرفه. مين هو؟ يمكن بعرفه. سمعان بحدا اسمه طبيب الأسنان؟ هذا حكيم مشهور كتير. بعرفه بعرفه. معناتها الموضوع خاص. نسيت ما سألتكن، نشرب عيران مع بعض؟ لا تعذب حالك، للأسف ما معنا وقت زيادة. معقول هيك؟ أنت ضيفنا من تركيا. يا ابني وصلنا على عيران، عنا ضيوف غير شكل من تركيا، خلي العيران يكون غير شكل. راح يعمل لنا اياه خصوصي من حليب الماعز، ما راح تدوقه مثله باي مكان. عمو الله يخليك اعطيني مصاري، اعطيني مصاري الله يخليك. تفضل. غلط هالحركه. ليك فرحنا للمسكين منيح، بس هيك لفتنا انتباه. وانا رحت بوقت لاسطنبول، لساتني بتذكرها كتير حلوه. شو كان اسمه هداك الميدان؟ السلطان محمد. السلطان احمد. ها مزبوط. كتير معجوب وسيارات مثل البحر. العيران عملوا مثل ما قلت لك؟ تفضل. اي والله. صار لي ناطركم كثير، رحتوا على كل المطارح وما اجيتوا لهون. دائما اقول ايمتى رح يجوا. اسمتنا مو طالع بالايد شيء. ما شاء الله جامع احسن الشباب. ولسه في غيرهم عندي، ومن هون رح ناخذ كمان. بكل رحاب الصدر، عنا شباب ناطرين من زمان هالفرصه. منيح، بس نحن جايين لهون لأنه في عنا مهمة لازم ننفذها. وشو هي هالمهمة؟ قالوا إنه هون في بيطري.
وشو ممكن يكون لكم شغل مع هيك زلمة؟ عنا شاب اسمه نيهاب بده إياه. خليني اتصل فيه وشوف شو عمل. كيف؟ مو مثل ما قلت لكم؟ دايم إن شاء الله. صحة وعافية. عن إذنكم لحظة، إجاني اتصال. نعم كارا. وينكم؟ شو عم تعملوا يا نهاد؟ نحن بمكان اسمه السوق الصغير. وصلنا لواحد اسمه خرز كان يشتغل مع البيطري. انتو شو عملتوا؟ ونحن ضيوف عند آغا الحدود تبعنا، عم نتعرف على الشباب. يلا عمو اعطينا، امانة عمو يلا اعطينا. شفت أمانة والله العظيم. طيب كارا، بس اطلع من هون بتصل فيك. يلا ابني يلا، خلص ما في، يلا يلا. لوين راحوا هدول؟ أنت الحيوان التركي اللي بحاجة للبيطري؟